مشاهدينا، وللمزيد عن آخر تطورات المشهد في غزة في ظل التصعيد الصهيوني الأخير والمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في النصيرات، ينضم إلينا عبر سكايب من المؤمل أن ينضم إلينا من إسطنبول عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي الفلسطيني الأستاذ بشار شلبي. أما الآن فانضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول أيضا الكاتب والباحث السياسي الأستاذ محمد البلعاوي. مساء الخير أستاذ محمد. نشيك بالخيرات. حياكم الله. عدد كبير من الشهداء والجرحى بقصف صهيوني على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والاحتلال يعلن استعادة 4 من المحتجزين الصهاينة في غزة بعملية إنزال عسكرية في النصيرات. كيف تقرؤون هذه التطورات؟ أعداد فوق 200 من الشهداء وعشرات الجرحى، مئات الجرحى، بمقابل 4 محتجزين وتدمير للبنى التحتية كما ذكر الاحتلال. بدون شك بأنه الجانب الفلسطيني الذي يعني قدم مئات الشهداء اليوم، أكثر من 200 شهيد ومئات الجرحى، يعني بدأ ينظر إلى موضوع المفاوضات وإطلاق الأسرى نظرة استغراب واستهجان. يعني في وسط هذه المفاوضات والضغط الأمريكي، ضغط بلينكين على كل وزراء الخارجية العرب بأن يضغطوا على حماس وتتنازل حماس، يتحدث الأمريكيون عن صفقة تفرج عن الجميع، وقت إطلاق نار دائم وغير ذلك. تأتي هذه العملية بالتنسيق الكامل والتعاون الكامل مع الأمريكيين، ويخرج المسؤولون الأمريكيون ليشيدوا بهذه العملية الإجرامية التي أدت إلى استشهاد أكثر من 200 شهيد فلسطيني، وربما عدد غير معروف من الأسرى الإسرائيليين. نعم. يعني هذا مشهد حقيقة يثير السخرية ويدل على قدر هائل من الاستخفاف بالعقول، ومشهد عبثي بامتياز. طيب، في ظل الحديث عن مقترح بايدن بوقف إطلاق النار، ما الرسالة التي يريد نتنياهو إيصالها بهذه المجزرة الوحشية في النصيرات؟ كما ذكرتم يعني هناك مفاوضات لإطلاق سراح أو إيقاف إطلاق النار بالمقابل إطلاق سراح المحتجزين، وتأتي هذه العملية. ما الذي تريده إسرائيل؟ ما الذي يريده نتنياهو من هذه العملية البشعة؟ نتنياهو والمعسكر الإسرائيلي عموما يوجد عنده حل واحد فقط للموضوع الفلسطيني، وهو التطهير العرقي وإخراج سكان غزة من أرض قطاع غزة ليحل المشكلة الفلسطينية من وجهة نظره حلا جذريا. هذا هو برنامجه الوحيد. الأمريكيون لديهم اعتبارات متعددة، وعلى رأس الانتخابات القريبة، ولذلك هم يضغطون على حالة من التهدئة أو التوقف على الأقل لهذه الحرب حتى تمضي الانتخابات. في الوقت الذي نتنياهو يدعي بأن هناك نقاط ينبغي بحثها، يقدم له بايدن نوع من أنواع الحلول، أنه سنساعدكم على إخراج عدد من الأسرى، حتى يبدو أن هناك نصر معنوي أمام الجمهور الإسرائيلي، وبالتالي يمكنكم أن تذهبوا باتجاه اتفاقية لوقف إطلاق النار وتهدئة ولو مؤقتة. أعتقد أنه هذا الهدف المعلن، لكن بدون شك بأنه يمكن أنه هذا النجاح الشكلي من وجهة النظر الإسرائيلية أن يغري المعسكر اليمين في الإدارة الصهيونية المجرمة بأن تمضي بمزيد من الجرائم ومزيد من العدوان على الشعب الفلسطيني، ويأتي بعكس ما يريد الطرف الأمريكي. طيب، بالأمس أدرجت الأمم المتحدة إسرائيل على اللائحة السوداء للدول التي تستهدف الأطفال بالإيذاء والقتل. اليوم يمعن جيش الاحتلال في إراقة المزيد من دماء أطفال غزة، أي دلالة لذلك في رأيكم بعد إدراجها على اللائحة السوداء؟ المعسكر الصهيوني عموما وإسرائيل جزء منه اعتادت أنها تتلاعب بالعقول من خلال وسائل الإعلام، وهذا الأمر امتد على مدى عقود، ولذلك هو ما زال يعتقد أنه عنده القدرة بأنه يتلاعب بضمائر الناس وعقولهم من خلال تشكيل سردية غير واقعية. لكن اليوم هو غير الخمسينيات والستينيات والسبعينيات، اليوم هناك وسائل متعددة للحصول على المعلومة، وبالتالي هو يدعي بأنه عنده الجيش الأكثر أخلاقية في العالم، في الوقت الذي رئيس وزراء ووزير دفاعه
يتم استدعائهم إلى محكمة الجنايات الدولية، وفي الوقت الذي ترفع عليه القضايا يؤيدها مجموعة من الدول في محكمة العدل الدولية، في الوقت الذي من أيام أظن أمس خرج مجموعة من ممثلي الدول من منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة اعتراضا على الوجود الإسرائيلي، وأيضا يخرج ممثله في الأمم المتحدة يدعي دعوى عريضة. هم حقيقة لا يقيمون أي وزن للمنظمات الدولية ولا المحاكم الدولية، وبالتالي عندهم قدر هائل من الوقاحة بأنه ينظروا في عين الجميع ويقولون لهم بأنكم لا ترون الشمس، أنتم أصحاب عيون مختلة، ويصوروا ما يريدون بهذا المنطق المعوج الذي يعتمد عليه بالعادة على وسائل الإعلام العالمية وبالذات المحطات الأمريكية. أستاذ محمد، اسمح لنا أن نرحب بضيفنا الأستاذ بشار شلبي، عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي الفلسطيني. مرحبا بكم أستاذ بشار. تحياتي لك وللضيف الكريم وللمشاهدين. أهلا بكم. كنا نتحدث عن المجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال اليوم في مخيم النصيرات، والتي راح ضحيتها 200 شهيد وعشرات بل مئات المصابين. موقع أكسيوس الأمريكي نقل عن مسؤول أمريكي قوله أن خلية عسكرية أمريكية شاركت في عملية استعادة المحتجزين الصهاينة الأربعة من غزة. ألا يعني ذلك إعلانا أمريكيا رسميا بالمشاركة في الحرب ضد قطاع غزة؟ يأبى الطرف الأمريكي والطرف الصهيوني يأبيا إلا أن يثبتا وصم العار ووصم المعركة في وارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني وارتكاب الإبادة الجماعية، حتى بعد أن تعرض الكيان الصهيوني لضربات عديدة على المستوى القضائي الدولي وعلى المستوى القيمي والأخلاقي بعد استدعائه من قبل محكمة الجنايات الدولية أو المدعي العام، وبعد يعني وضعه في قفص الاتهام بمحكمة العدل الدولية، وبعد القرار المتخذ بشأنه بخصوص الأطفال واعتباره ووضعه على القائمة السوداء، يستمر ويثبت للعالم من جديد أنه لا يأبه بأي اعتبار قانوني أو أخلاقي أو قيمي، ولا يسأل عن المجتمع الدولي، ولا يسأل عن الأخلاق، ولا يسأل عن الدماء، ولا يسأل عن الأطفال. نعم. اليوم الإدارة الأمريكية تضع نفسها بنفس الغطرسة وبنفس مستنقع الإجرام ومستنقع تحدي الإنسانية كلها، وبالتالي سيقوم نتنياهو والحكومة الصهيونية بجر بايدن والإدارة الأمريكية إلى نفس المآل الذي تسير إليه بسرعة. طيب. هذه الدولة الإجرامية الإرهابية، هم يجرون الإدارة الأمريكية بإرادة من طرفها وليس رغما عنها، وهناك رهانات واضح أنها خاسرة جدا بأن يستطيع نتنياهو ويستطيع بايدن أن يعني ينجوا من هذا المستنقع اللي وقعا فيه، وهذه الجرائم المستمرة وآخرها جريمة اليوم بحجة وبذريعة إنقاذ 4 رهائن بعد مرور 8 أشهر وبثمن عنوانه 200 شخصية بريئة، 200 من الأطفال ومن النساء، وكل العالم يقول لهم أن بإمكانكم أن تتموا عملية تبادل محترمة إنسانية دون هذه الدماء المراقة ودون استمرار هذه المجازر ودون دفع ثمن إنساني فائق لا يحتمله من بذرًا في قلبه وفي شخصيته ذرة إنسانية واحدة. أستاذ بشار، أيضا إذا كانت الولايات المتحدة وباعتراف وتصريح مسؤول أمريكي أنها مشاركة حسب موقع أكسيوس، ما قيمة مقترح بايدن لوقف أطلاق النار؟ يعني هل يمكن النظر إلى واشنطن كوسيط ضامن بالاتفاق ما بين إسرائيل وحركة المقاومة وهي في ذات الوقت مشاركة في هذه الحرب؟ قطعا لا. والحقيقة أنه السلوك الأمريكي منذ بداية هذه الحرب وليس اليوم، يعني السلوك الأمريكي منذ بداية الحرب ومنذ أن جاءوا بحاملات الطائرات ومنذ أن استمروا بتزويد الكيان بالقذائف بأنواعها المختلفة ومنذ أن وفروا الحماية الدبلوماسية باستخدام حق النقد وباستخدام غيره من وسائل الضغط، واليوم مع هذا الإعلان الوقح المتعلق بمشاركتهم في هذه الجريمة بقتل أكثر من 200
وإصابة أكثر من 500 بجراح من أبرياء الشعب الفلسطيني، هذا يعني أن الإدارة الأمريكية غير مؤهلة على الإطلاق لأن تكون طرفاً وسيطاً بأي صورة من الصور. ولكن العنجهية الأمريكية والغطرسة الأمريكية تجعلها تمارس الأمرين، تقول عن نفسها أنها وسيط وبنفس الوقت تتبجح بأنها كانت شريكة في هذه الجريمة، وكأن الشراكة في الجريمة شيء يعتز به. هذا جزء من العار الذي سيبقى ملتصقاً ببايدن وبإدارته وملتصقاً بأمريكا ما لم يأتي أجيال من الشعب الأمريكي ممن يحترمون القيم والحقوق ويعزل كل هذا الرجس الذي يعني ألحقه بايدن والإدارات الأمريكية طيلة العقود الماضية بأنفسهم نتيجة وقوفهم مع المجرمين ومع الظالمين وخصوصا مع الكيان الصهيوني. نعم أستاذ محمد، هنا أيضا وسط تواصل المجازر في القطاع أطلقت صحة غزة نداء استغاثة إلى المجتمع الدولي لتوفير مولدات كهرباء وتشغيل المستشفيات وضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية للجرحى والمرضى والمصابين. هل ممكن أن يتحرك المجتمع الدولي ويلبي النداء بعد أكثر من 8 أشهر من الإبادة الجماعية المستمرة؟ في اليوم الواحد يسقط 200 شهيد، مئات المصابين، المستشفيات لم تعد هناك فيها طاقة استيعابية، وهناك أيضا نقص بكل المستلزمات والوقود. هل ممكن أن نجد استجابة من المجتمع الدولي؟ أعتقد أنه المجتمع ما يسمى بالمجتمع الدولي هو شريك فعلي في الجريمة، ولأنه يستجيب للضغوط الأمريكية. الأمريكي ليس وسيطا، الأمريكي هو شريك مباشر في هذه المأساة وهذه الجريمة الكبيرة، وهو الذي يمنع إدخال العملية المساعدات، وهو الذي يضغط على الدول من أجل أنه تحاصر الطرف الفلسطيني بإشارة وتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي. وكل الدعاوى عن إدخال مساعدات وأنه هناك مساعدات إنسانية في الطريق وأنه يجب أن نخفف من معاناة الفلسطينية نوع من أنواع النفاق ليس أكثر، والدليل على ذلك الدور الأمريكي الذي شاهدناه اليوم في العملية التي جرت. هو يتحدث بلسان أما على الواقع فشيء مختلف. هذه الصواريخ التي تنهال على رؤوس نساء فلسطين وأطفالها في جميعها صواريخ وقذائف أمريكية، وكذلك في نفس الوقت الدعم السياسي والدبلوماسي الذي يتلقاه الاحتلال الإسرائيلي. الأمريكي هو شريك مباشر وهو الذي يمنع عمليا أي مساعدات من الدخول إلا إذا كانت هذه المساعدات تأتي ضمن أجندة يتبناها أو خطة يعمل عليها. طيب أستاذ بشار، وهنا في هذا الإطار المجتمع الدولي كما ذكر أستاذ محمد مشارك أيضا في هذه الحرب. أمريكا التي من المفترض أن تكون وسيط هي تشارك في العمليات العسكرية الإسرائيلية وفق هذه الصورة. ما الخيارات المطروحة أمام قادة المقاومة الفلسطينية للتعامل مع هذه المتغيرات الميدانية والسياسية والإغال في القتل للمدنيين في غزة؟ يعني لابد من الإشارة أنه أكثر من 8 أشهر من الجرائم غير المحتملة بشريا، ومن في المقابل من صمود الشعب الفلسطيني واحتماله وبقاء مقاومته مؤشرا على إصرار الشعب كامل أن ينتزع حريته مهما كان الثمن. أقول هذا شكل بالنتيجة عبئا على المجتمع الدولي وعلى الشعوب، وإحنا لابد أن يعني نلاحظ أن التغيرات اللي طرأت منذ 7 أكتوبر إلى اليوم في مسار المشهد الدولي كله فيما يتعلق بالحصانة اللي كانت تتمتع بها دولة الكيان الصهيوني طيلة 7 عقود أو 8 عقود تقريبا، هذه تعرضت لكثير من الهزهزة ولكثير من الاختراقات، وأصبحت يتم التعامل معها وانتقادها. وكثيرون حتى من المؤسسات الرسمية على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي أصبحوا لا يعني يتورعون عن وصف الكيان الصهيوني بوصائف المتعلقة بالجرائم والمتعلقة بالانتهاكات والمتعلقة بالمطالبة بالمحاكمات والمتعلقة على الطرف الآخر بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني ومنها الاعتراف بالدولة الفلسطينية دون انتظار القطار الذي يسير دون أن ينتهي فيما يتعلق بالمسار السلمي. إذن التغيرات اللي نشأت وطرأت منذ 7 أكتوبر
وكان دائما ثمنها الدم الفلسطيني والصمود الفلسطيني. نعم. واللي كانت نتيجة لهذه الجرائم، نعم هذه أحدثت تغيرات معينة يمكن لقيادة المقاومة أن تبني عليها وأن تتحرك من خلالها وأن تتقدم إلى الأمام، سواء بتركيز الخطاب فيما يتعلق بخطاب المجتمعات الدولية كلها والمؤسسات الدولية والحكومات وغيرها، واليوم الذريعة أو الذخيرة التي توفرها جرائم الاحتلال الصهيوني المستمرة، هذه الذخيرة تمكن المقاومة بأن تخاطب المجتمع الدولي وتخاطب حكومات وطنية مختلفة بشكل آخر وبطريقة أخرى، ولديها الكثير من أوراق القوة التي تدعم خطابها. إذن المقاومة لديها أولا صمود الشعب الفلسطيني، ثانيا الصمود في الميدان فيما يتعلق بالتصدي لجرائم الاحتلال وكشف حقيقته أنه كيان هش وضعيف وكاذب وخادع، ويحاول أن يمرر على العالم قدرات يعني غير حقيقية، فضلا عن ادعاءاته المستفزة بأنه يملك جيش أخلاقي إلى غير ذلك. ثالثا لديها الحقيقة الكثير مما يتعلق برأي دولي متعلق بمحكمة العدل الدولية، ورأي متعلق بالمدعى العام لمحكمة الجنايات الدولية، وآراء متعلقة بتصريحات المنظومة الأوروبية ودول وازنة ومهمة مثل إسبانيا ودول مهمة على مستوى العالم مثل البرازيل وغير ذلك. هذا كله يمكن للمقاومة أن توظفه باتجاه عزل الكيان الصهيوني ومزيد من نبذه واعتباره مرضا العالم كله يضيق ذرعا به، لأنه فعلا حجم الكراهية التي يبثها هذا الكيان والجرائم التي يمارسها أصبحت عبئا كبيرا على المجتمع الدولي ككل وعلى الإنسانية عامة، وبإمكان هذا أن يشكل قوة للمقاومة بإمكانها أن تتحرك من خلاله وأن تدفع العالم لأن يتخذ مواقف وقرارات، بالمناسبة قد يكون أقربها وضع الكيان الصهيوني أمام استحقاق أن يتم طرده من منظمة الأمم المتحدة كما صرح بذلك وزير الخارجية الباكستاني. نعم، نشكركم الشكر الجزيل الأستاذ بشار شالبي، عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي الفلسطيني، شكرا لكم على المداخلة. ونشكر الأستاذ محمد الملعاوي الكاتب والباحث السياسي، شكرا لكم على المداخلة.